حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية أن هناك محاولات لرهن العراق الذي بات غارقا بالديون. وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني إن هناك تحايلا على تنفيذ مشاريع الاتفاقية العراقية الصينية، مؤكدا أن 70% من الوزراء لم ينجحوا بعملهم وأن 30% منهم فاشلوا ويستحقون الإقالة. وبيّن الحسيني أن بعض الوزارات أبرمت عقودا أهدرت فيها المال العام، موضحا أن وزير النفط لم ينجح في الحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار أكثر من 273 مليون دولار في مزاد بيع العملة ليوم الأحد. وباع البنك في مزاده أكثر من 273 مليون و244 ألف دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. كشف مجلس محافظة القادسية عن مشاريع خدمية فاشلة يجري تنفيذها في المحافظة، وفيما أشار إلى انهيار خدمات بعض المناطق، أكد مواطنون عدم وجود الترتيب الهندسي الصحيح لتنفيذ تلك المشاريع. وقال عضو المجلس حسن الهلالي إن هناك بعض المشكلات والشوائب رافقت المشاريع لا سيما الخدمية منها، مبينا أن بعض المشاريع فاشلت في تحقيق المستوى المطلوب منها، أبرزها مشروع تأهيل شارع أم الخيل حيث خصصت له أكثر من ملياري دينار، إلا أنه يعد من المشاريع الفاشلة بحسب الهلالي. قال النائب أمير المعموري إن هدر المال العام والفساد هو تهديد مباشر لمؤسسات الدولة في كل المحافظات العراقية، لافتا إلى أن ما يرصد في الدوائر يعكس تراكمات من الفساد المزمن. وأضاف المعموري أن بناية إدارة محافظة بابل الجديدة قيد الإنشاء تشوبها أخطاء فنية وهندسية، وباتت بسببها البناية آيلة للسقوط على الرغم من أنها كلفت خزينة البلاد 14 مليار دينار. المعموري أشار إلى أن البناية جزء من مشاريع كثيرة تحتاج إلى تحقيق وكشف حجم الفساد والخروقات في تطبيق المواصفات الفنية والهندسية فيها. أقر محافظ أربيل أميد خوشنار بارتفاع أسعار البنزين بمقدار 50 دينارا للتر الواحد، مؤكدا أن الحكومة المحلية ستناقش هذه المسألة مع وزارة الثروات الطبيعية للحد من هذا الارتفاع. وعبر خوشنار عن استيائه من هذا الارتفاع، فيما كشف خبراء في الشأن النفطي عن أسباب ارتفاع أسعار الوقود في مدن كردستان العراق مع قدوم الآلاف من السياح بعد الدخول في موسم السياحة الصيفي، هي استخدام الأجهزة أو أجهزة التبريد في السيارات ونقص البنزين في المحافظات العراقية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.